إذا نحن الآن في منطقة الأسامات، مزارع الملاح الشرقية التي تمكن الثوار بالأمس من تحريرها بشكل كامل بعد معارك طاحنة شنها الثوار لاستعادة هذه المنطقة التي تسللت إليها القوات الإيرانية والميليشيات الأجنبية بدعم الطائرات الروسية. تمكن الثوار إذا من إعادة السيطرة بشكل كامل على مزارع الملاح الشرقية وأيضا على بعض النقاط التي تسللت إليها عصابات الأسد في مخيم حندرات. نلتقي هنا مع الأخ حازم قائد ميداني يحدثنا عن المعارك التي جرت هنا مؤخرا والتي أسفرت عن تحرير هذه المنطقة. أهلا وسهلا بك أخ حازم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كبدنا خسائر كبيرة للجيش النظام النصيري بعد تقدمه، أخذنا نقاط، عدد نقاط هنا منطقة الأسامات، والحمد لله خسائر كبيرة. يعني الحمد لله دبابات، دبابتين و57، يعني الحمد لله في أمورنا جيدة جدا يعني، وهم الشباب إن شاء الله. يعني الجيش ما اقتحم بهمته، الجيش عم بيقتحم بالطيران وتمهيد لحتى يدخل جنوده بكل راحته، ما انه عم يقتحموا انه هن بعزيمتهم ولا قوتهم، عم يقتحموا بالطيران والامور. الحمد لله احنا الحمد لله رب العالمين مسيطرين على المنطقه كلها. و استعدادات الثوار لتعزيز الخطوط الدفاعيه للتصدي لاي محاوله اخرى لتسلل القوات النظام والميليشيات الاسد الى هذه المنطقه، المنطقه الهامه والاستراتيجيه التي تهدد ايضا طريق حلب الوحيد شريان الكاستيلو. اعداد جيده جدا الحمد لله، وعززنا الامور اكثر لسه الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للسلاح الثقيل، بالنسبه للاعداد، اعدادنا جيده جدا الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا استعدادات الثوار هنا في هذه المنطقة، تعزيز الخطوط الدفاعية، وهذه الثوار مستمرون هنا في معارك التصدي لعصابات الأسد في هذه المنطقة. مزارع الملاح التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبرى لكونها تطل وتشرف على شريان حلب الوحيد وطريق الكاستيلو، الطريق اليوم آمن وهدوء يسود هذه المنطقة بعد المعارك الطاحنة التي جرت بالأمس. نلتقي ايضا مع الاخ ابو فيصل قائد ميداني هنا في منطقه الملاح، يضعنا باستعدادات الثوار وامتلاكهم زمام المبادره هنا واستعادتهم هذه المنطقه بخلال ساعات. اهلا وسهلا بك ابو فيصل. حياك الله بيا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تحدثا بنعم الله، بعد ما قام الخنازير الشيعه التقدم الى نقاط الملاح، استعاد المجاهدين زمام الأمور خلال ساعات قليلة، وبدأوا هجوم معاكس بفضل الله تعالى من محورين. تمكن المجاهدين من استعادة المنطقة خلال ساعة واحدة فقط، فروا فيها الخنازير الكلاب من هذه المنطقة كالجرذان. نسأل الله الثبات، وهذا بفضل من الله ومنته علينا. نحمد الله عز وجل على هذا النصر وعلى هذا الثبات.